درس في الخارج او سافر، يلاحظ ان وجود مراكز ثقافيه لهذه المنظمات، حتى وان سافر الى اقصى الدنيا سيجد مركزا ثقافيا على الاقل في العاصمه وكبريات المدن. ما كايناش بالنسبه لبريطانيا، ما كايناش. شكون هي اللي ما كايناش؟ بحال مثلا سونتر كولتيرال عرب، ايوا داكشي اللي كنهضروا عليه. انا ما كايناش. اذا يعني على الاقل المستويات التي يمكن ان تتحقق يعني بسهوله وببساطه، ربما لا ادري يعني لسيسكو الدور اشراكها في هذه الفكره ربما تكون هي الوعاء الذي يحمل بميزانيتها الان بتراكم الخبرات التي ركبتها بابحاثها، ممكن ان تصبح لسيسكو بالاضافه الى الاليسكو التي لا نسمع لها حسا ولا ركزا، ممكن ان تكون هي المطيه لهذه الفكره الكبيره، ولكن كل الافكار الكبرى تولد صغيره وتولد من افواه الذين يحملون الهم هم المشروع، ثم تكبر مثل ما يكبر الانسان حتى تصير في اشدها واوجها. قبل ان اعيد الكلمه طلبا مني الاستاذ سيلك الثاني، سأعطي الكلمة استثناء لمدة 5 دقائق لأحد الأساتذة الحاضرين معنا بطلب من نائب رئيس جمعية الصداقة الأذربيجانية المغربية، هو الأستاذ الدكتور عبد الحميد العوني، ومعروف يعني كاتب صحفي معروف في جريدة الأسبوع، وله عدة مؤلفات، 41 كتاب من بينها العربية في التوراة والإنجيل إلى آخره، والسر ومداخلته يعني أود من لا يتجاوز 5 دقائق لأننا أتعب أنا كمسير، ويسمحوا لي الإخوة، المسير أحد الأدوار الرئيسية التي لا ينافس فيها أحد هو أنه مرآة، لا مرآة يرى في عيون الناس، هل الناس لا زالوا مهتمين وهل لا زالت خيوطهم معنا أم انفضت الخيوط؟ أرى أنا بعد تعب في القاعة، لذلك أعطي 5 دقائق للأستاذ على أن أعيد 3 دقائق للسلك الثاني قبل أن نعطي احتراما للجمهور الذي حضر معنا أن نعطيهم بعض المداخلات قبل الختام، لاننا استغرقنا الوقت الذي موجود بين ايدينا في البرنامج. اذا السي العوني تفضل في 5 دقائق لو سمحت. سلام قولا من رب رحيم، تحيه للجميع. اكسس مينيزيت اكسير، مساء سعيد بالاداريه لاخوتنا. أنا هنا في 5 دقائق، كنت أتمنى أن أكون من الجمهور لأحصل على 3 دقائق إضافية، ولكن المهم هو أخونا في الغرفة الذي أعطاني 5 دقائق، سأحاول أن أنجزها في 5 دقائق حقا، احتراما له واحتراما للزمن الهادئ في وطننا. السر العربي في كلمة أذربيجان، كان لي لقاء صغير جدا قبل هذا اللقاء مع نائب السفير الآذري في المملكة، فتناقشنا حول اصطلاح أذربيجان. هو لا أصل له لا في اليونانية ولا في اللاتينية ولا في جميعها. ولو رجعتم إلى ويكيبيديا وغيرها ستجدون أذربيجان بأنها تعود إلى أحد القويات أو قوات، أعتذر على هذه الجملة لأنها قاد يقود فالأصل فيه واوي فهو قواد رغم اصطلاح الدارج، أحد القواد للإسكندر المقدوني. وفي البحث العلمي الدقيق لا وجود لهذا الشخص تحديدا ضمن 41 الموجود في اللائحة اللاتينية. والأقرب إلى الآذرية هي اللغة الفارسية القديمة. اللغة الفارسية القديمة هي من أقرب قطع بمعنى المحمية بالنار القديمة. وفي كلا الحالتين يعني في الأصل بين قوسين المتأصل اليوناني أو المتأصل الفارسي فالكل يعود إلى تاء راء باء في الأصول، لكنها لا وجود لها في أذربيجان، بل إن لفظ آذا بجنان، الجنان بالعربية هو القلب، هو الشيء الذي نحبه، فجان هو جنان، وهذا في العربية القديمة أيضا. فآذا لا زالت في العربية القديمة هي الربيع، الربيع، فآذا بالجنان أي بالقلب، الربيع في القلب هي الكلمة التي تعني بها أذربيجان، ولا وجود لأي تفسير لا في الآذرية ولا خارج الآذرية
في كلمة أذربيجان إلا في اللغة العربية فقط، ولو أذرنا ولو عدناها إلى أصولها ألا هي نفسها، سنجد باكان هي الأخيرة، وهي من الفارسية ستان بمعنى المكان، ستان أو المكان بالفارسية القديمة والفارسية الحديثة أيضا، ولهذا تجد باكستان وتجد إيران وتجد أفغانستان وتجد غيرها، فالكل فيها عام. الآن بالعربية هي أجمل لأنها هي التي تعني الزمان والمكان في نفس الآن، في آن واحد، بمعنى في الزمان وفي المكان الواحد، وهو من أدق العبارات في اللغة العربية القديمة، بحيث أننا لا يمكن أن نجد أذربيجان حتى في وضع اسم أذربيجان في الأمم المتحدة. وجدنا على أن في الاصطلاحين، في أي الحروف الأولى، نجد A and Z، ألف A Z باللغة الفرنسية، يعني لا وجود للذال. وذال باللغة الآذرية القديمة هي أدق عبارة منقولة من العربية، يعني الذال هي هذه يعني. أما بالنسبة، وهنا سأختم، بقيت لي أعتقد دقيقة ونصف، سأمر بشكل سريع جدا على إمامنا الذي أثير كثيرا، محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري صاحب الصحيح. ومن الروائع على أن عندما مات، لأنه اختلف مع شيخه يحيى الهذلي، والكل يتساءل عن هذه، فوجدنا أحد شيوخه من الأذرية بارديزباه، فنقول ابن إسماعيل ابن بارديزباه الجعفي البخاري، وهذا شيء معلوم في علم الحديث. فعندما وصل إلى ابن في الرواية، فوجدنا أنه من لغة آذار، فأصبحت لغة في علوم النووي في شرح مسلم وفي غيره، وجدنا هذا الاسم بأنه آذار، بأنه الربيع أيضا، ووجدناه عند ابن ملكين في كتابه المنقول الذي نقله البستاني في أحد هوامشه صفحة 133، وجدنا نفس الاصطلاح. بالمجمل فإن الوقت لا يكفي طبيعي جدا، هو قول لأن لا اسم لأذربيجان ولا تفسير لها في كل اللغات بما فيها الآذرية إلا من اللغة العربية، وهذه عظمة هذه اللغة لأنها لغة القرآن ولغة الجنة ولغة السلام. والسلام عليكم.